صباح الخير. صباح النور يا نور. ايه بتبصي على ايه؟ لا 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 ولا حاجه، يلا هنتاخر. عملت كنت لبطشيه. ربنا يكتب علينا من الشقه ده بقى. صوري طول الليل ما غمضتش عيني من طلبات العيانين. واحنا كنا لقينا شغلانه تانية قلنا لا الحمد لله. على رايك. بقول لك ايه، بالليل عدي عليا نتعشى سوا. انت عايزه بكره؟ اريح يوم ما تتاخريش. عايز حاجه بقى انا جايه؟ سلامتك حبيبي. باي باي باي. يسعد صباحك يا ست زهره. الله على الابتسامه الحلوه. صباح الخير دكتور صبيح. صباح الخير يا ست الدكتوره. وليه بقى التريقه اللي على الصبح دي؟ واتريق ليه يعني؟ هو مش انت بتنافسيني في اكل عيشي؟ الارزاق على الله والعيش على الله. ونعمه بالله يا ست الكل. مش عارف انا يا اخويا من نفشال ريشة قوي على ايه، مش فاهمها انا دي. امال لو كانت دكتوره بحق وحقيقي. صحيح اللي ما يشوفش بالقطره يبقى اعمى. انت يا سعاد ايه؟ هي الاوضه 18. ها ماشي حاضر. بتبطلي بقى زهرة. يا زهرة. يا عيون زهرة صباح الفل. مش ناوي النهاردة تديني الحقنة ولا ايه؟ انا هقدر. هروح بس اسلم على نمرة 15 عقبال عندك خارج النهاردة. الف حمد لله على السلامة يا فؤاد بيه. يا رب كده يديك الصحة على طول وطولة العمر. متشكر يا زهرة قوي. متشكر يا زهرة. حطي دول. طبعا يا ست الكل من عينيا. احطهم واخد الشنطه كمان لحد تحت. في عربيه مستنياكم ولا بتجيب لكم تاكسي؟ لا لا احنا معانا عربيه. مع الف سلامه ان شاء الله. احنا مش عايزين بقى نشوفك في حاجه وحشه تاني. ايوه ادعي له يا زهره لصاحب عين. ربنا يخليه لكم يا رب ويطول في عمره. خد يا زهره. ليه بس كده؟ ده انت خليك مغرقني. ربنا يكرمك. مش كده تستاهلي كل خير. الله يخليك يا رب. مع السلامه. خلي بالكم بقى من بابا. يلا مع الف سلامه. لا 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 انا والله العظيم حشان هنا لحد تحت. مع الف سلامه. مع الف سلامه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين معاك بقى انا كده مش عارفه اديك الحقن. تعرفي يا زهره ما تتصوريش انا قد ايه برتاح من حقنتك ليا. يا مبصبصات يا ابو عين زايغه. وبعدين معاك بقى الدرج فيه فلوس. خدي 100 جنيه. ربنا يخليك ليا ويكرمك يا رب. الحمد لله. يلا بقى عشان اديك الحقنه بقى. أنا كل ما أفتكر إن أنا همشي من هنا قد إيه أنا قلبي بينقبض. يا عيني بينقبض. طيب يلا نام بقى عشان أعرف أديكي الحقن. يلا. في زبون جاب روشيتا عاوز دواء. بس كده من عيني. مش فاهمك أنت. هات الأول ده مش عندي، التاني والتالت عندي، الرابع كمان لأ. هجيب لك اللي عندي والباقي تعالى خده بكرة. ها موجودين عندي. ايوه خلي الشرطه معاك. الحساب كام يا ست زهر؟ دول بره ب 60 جنيه، حدهم لك ب 50. هات 50. 50 ايه؟ انت بتبيع صواريخ وبومب. انت مالك انت؟ يا عم هات 50 جنيه. ما انا معايا غير 45. 45؟ هات 50 وادي لك بالباقي اسبرين. مالكش دعوه انت، هات اللي معاك، هات 45. اللي معايا خمسه. لا انا بس بصراحه يعني معايا 35. انت مش لسه قايل 45 دلوقتي؟ هذا اللي معاك وخلصني. 20 جنيه اهو. عم قول بقى قول. السلام عليكم. تعالوا بالسم التاري. وبعدين انت في ايه حكايتك؟ عامله لي فيها ملاك الرحمه؟ في جناحات هتطلع من جنابك وتطيري في الشقه كده؟ انت ايه؟ مفيش في قلبك رحمه؟ طبعا هتشيل هم ايه؟ دول هدفع منهم ايجار الشقه وكمان هكمل عليهم وادفع النور والميه. خلاص اديني حاجه الحكام اشفره معايا. امر لله. امسك 5 جنيه. مع اننا عمرنا ما شفنا مماهيتك مليم واحد احمر ولا ايه يا اما؟ انت بتسمي دي ماهيه؟ انت عارفه يا دوب بجيب بيها قرش مخدرات فالح. اتفضل بقى هويني
عندي شغل كتير، عايزه انزل الارزخانه دي كلها واوضبها من الاول وجديد. بس اسمع ابو عبد الله، احنا ما عندناش حاجه اسمها جواز عرفي والكلام ده، احنا جوازنا بعقد مأذون على سنه الله ورسوله. يعني عايز تتجوز كده احنا تحت امرك، مش عايز كل واحد مننا من طريق. ومين قال اني ابغي شيء غير اللي انت بتقوله؟ انا كل حكايه اني اريد اشوف العروسه ان كانت زينه وتستاهل ولا قبيحه وما تستاهل. قبيحه؟ ايه اللي بتقوله ده يا عمنا انت؟ انا اختي دي عسل عسل عسل، انت لو شفت جمالها هتتمرمط على الارض. بقول لك ايه يا ابو عبد الله، يا زمانها دلوقتي راجعه من الورديه وشغاله في مستشفى، انا وانت هنقف في حته بعيد ونتفرج بس عليها كده وهي راجعه. تبص بس. ومال؟ تعالى افرجك. تعالى تعالى. اهي اهي. ها ايه رايك في البضاعه؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. مش بقول لك دي عسل عسل عسل؟ ها عجبتك؟ كيف تقول عجبتني؟ هادي ما في مثلها، هادي حوريه من الجنه. ادعي بس من ربنا انها تكون من نصيبك. انا راح ادعي ليل نهار، بس البركه فيك يا سيد خليل. اه مش البركه فيا لوحدي، البركه فيك انت تاني برضه ابو عبد الله. المهم هنقفش كام الفلوس؟ ايش ما تطلب، ايش ما تطلب راح وفي لك. كده كله تمام وزي الفل. خلاص يا حبيبتي كتر خيرك، يا ريت تمر علينا من الوقت للتاني. الله يخليكي. من عينيا. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي، نورتي. السلام. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زهرة حبيبتي، زهرة زهرة، ازيك يا عسل انت يا عسل؟ الحمد لله على السلامة. ايه رأيك نتعشى مع بعض؟ ليه؟ اشمعنى النهارده يعني؟ حبيبتي انت راجعه من الشغل تعبانه وفطسانه وهفتانه، لازم تتقوتي بلقمه. انت عندك حق، عشان كده هقوم انام. لا لا مش هتعرفي تنامي وانت جعانه، انا مجربها قبل كده ما نمتش. ايه خليل في ايه؟ مش عاجبني حالك. ماله حالي؟ الحمد لله احسن من حال ناس كتير قوي. الحمد لله تمام. بس يعني انا عايز اريحك من الشقه والتعب اللي انت عايزه. خليل بقول لك ايه، انت في حاجه رسمها في دماغك وعايز تقولها، قولها وخلصني. جايب لك عريس. قول كده. عرفت ليه بقى انا عمال اتحايل عليك واقول لك تتعشى وتتعشى؟ وعريس على فكره اي واحده في الدنيا تتمناه من غير ما اي حد يتحايل عليها انها تتعشى. انت فايق ورايق، تصبح على خير. طب طب اعمل لك سندوتش عجوه. ترى مين اللي ماشي مع الواد خيلة ده؟ ياه جرى ايه؟ ده عريس اخته ياه. ادي العرسان اللي تفرح وتصر القلب بصحيح. ده خطيبك ده كان شايل حاجات تيجي اكتر من 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ انت بتقول ايه يا ابو سريع؟ انا شفت الحاجات دي بعناية، اللي هياخدهم الدود. اللي هياكلهم الدود قول ان شاء الله. اصبري بس انت وهو، دلوقتي انا هروح وهعرف لكم كل الحاجات اللي جايبها لكم. المهم يا حبيبتي نولبك من حب جانب، مش يبقى زي القرع يمد لبره. جرى ايه يا امي؟ هو عريسي ده عريس زهره. يا ريته كان من نصيبك. ما هو من خيبتك، ما هو من خيبتك يا اخويا ووكستك اللي وكسنا بيها. يا راجل ما انتش عارف تحلق على الراجل لبنتك. يا وليه هو انا كنت بشم على ظهر ايدي؟ ما تصبر انت وهو بقى، ده لو زهره اتجوزت العريس الغني ده شوفوا بقى الخير اللي هيعم على الكل. ولا خليل حبيب قلبي ساعتها بقى هيجيب كل الطلبات اللي طلبناها منه وفوقها بوسه. ما تتعشميش قوي يا روح امك، البنت زهرة اخته دي ما هياش هبله عشان تبعتر فلوس جوزها. دي بنت بنت واعيه وعارفه مصلحتها فين كويس قوي، مش خايفه خيبتنا.
هي ايه الحكايه يابا؟ مين عندنا جوه؟ ده العريس اللي اخوكي جايبهولك. الهي يا رب يكون من حدك ومن نصيبك. اي الف سلامة. اي هو انت شفتيه يابا؟ انا قادره يا بنت اتحرك بمطرحيه عشان اشوفه. الظاهر بقى مش هطلع من هنا غير على تربتي. بعد الشر عليك يا ست الكل، ما تقولش الكلام ده بقى ياما. قالوا ايه؟ اخوك اللي طالع عليه الا يدخلني مستشفى، احنا يا بنت حمل مصاريفها. يا لهوي، ده الراجل ده هيبهدلنا فلوس ياما. ايه ده، انت لسه قاعده لغايه دلوقتي؟ امي الراجل قاعد من بدري جوه بقى شبه الرنجايه. وانت بقيت شبه ابوه ياما. مش وقت ابويا ولا امي. امي بقى البسي حاجه كده وقابليه، البسي حاجه من اللي انا جايبهم، قصدي من اللي انا شلتهم بعد ما هو اشتراهم. قومي ماشي يا خليل. ماشي وهطلع عسل يعني. ده العسل الجبلي ده جميل قوي، جايب معاك طبعا. ايوه تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. يا نهار اسود بتتكسف. لا قدر بالله، يا العظيم اكيد اتجنن. في ايه يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ انت عاجبك اللي بيعملوا فيها ابنك ده؟ ده مش جايب لي عريس، ده جايب لي عفريت. انت شفتيه؟ ايوه شفته، يا ريتني ما كنت شفته. يا نهار اسود ومنيل، ابنك بيعمل فيها كده ليه؟ عايز ينتقم مني ليه؟ اخ ياما. ايه ده؟ اللي انت عملتيه ده يا زهره؟ انت شفتي ايه؟ شفت واحد برجل مسلوخه او عفريت قدامك؟ يا ريت يا اخويا، ده العفريت ارحم منه. يا بنتي الراجل مش في شكله. هي يا اما بنتك دي مش فاهمه حاجه، هي بتحسب ان انا جايب لها عريس اي كلام. الراجل اللي جوه ده تل فلوس. يا ناس حرام عليكم، ارمي نفسي في طيس بالشكل ده؟ وانت عايزه ترميني انا وامك في طيس؟ يعني يا حبيبتي الناس الوقت كلها بتجري ورا الفلوس. يعني انت ياما كمان موافقه على الكلام ده؟ يا بنتي انا عايزه مصلحتك. قومي تعالي اعتذري للراجل ده بكلمتين، واذا كنت خايفه من العفريت انا مستعد اولع لك النور. يعني انت مصر يا خليل؟ يلا حبيبتي يلا خش كده تفهمي مع الراجل واغزي الشيطان. يا ظهري. يا حبيبتي ياما سمع كلمه يا ظهري دي، دي متقطع في صدري بسكاكين، ما بيجيليش نوم طول الليل يا زهره صدقيني. يعني هو هيوافق على كل الطلبات يا خليل؟ كل طلباتك يا حبيبتي اللي تطلبيه تحت رجليكي. يعني ماشي يا خليل اتفضل. عسل والله يا عسل، انا عارف ان عسل. يا رب اهديها يا رب، افرجها علينا كلنا يا رب. ايش تجمر يا ست الحسن والجمال؟ يلا يا عروستنا اطلبي من بو عبد الله اي طلبات قدها وقدود. مهري 500,000 جنيه. بسيطه. وشبكه 200,000. ما يخالف. ومؤخر 1,000,000 جنيه. ما راح يكون في داعي للمؤخر. يعني اللي بيتجوز واحدة بهالجمال عمره ما بيفكر انه يطلقها. نفسي اسكن في قصر على النيل، ونفسي في 6 عربيات احدث موديل. وما تريدي طيارة؟ يبقى كويس طبعا. والله هاي الطلبات انا ما اقدر عليها. لا انا بقول نخف الطلبات شوية. اسمع يا ابو عبد الله، بلاش طيارة، احنا ناخد بدل سفر احسن، خلي عندنا راحة. انت مالك انت؟ أنا طلبت كل طلباتي، لو عايز تتجوزني نفذها لي. والله أبغى أتجوزك، لكن هاي الطلبات ما بقدر عليها. خلاص يبقى مع ألف سلامة ونشوف وشك بخير، ويا ريت ما أشوفش خلقتك تاني. حياكم الله. وين الطريق يا سي خليل؟ أنت تايه ولا إيه؟ البيت بيتك أبو عبد الله، بس أقعد نتفاهم. بلاش قصر. والله أختك ما تركت مجال للتفاهم. بلاش قصر، بقول لك شقة قانون جديد. طب بلاش عربيات. شفت ياما؟ شفت حبايب البنت كل اللي عملته مع الراجل؟ طلبت منه ايه؟ طلبت ايه؟ ده عرضة الحاط لحط ياما. ايوه اذا كان عاجبه، وعلى راي المثل الغاوي ينقط بطاقيته. انت خليت طاقيه، انت عايزه تقلعيه الطاقيه، وعايزه تقلعيه هدومه ويمشي عريان في الشارع، لكن اقسم بالله ياما لو ما اتجوزتش الراجل ده يكون مصور قتيل في البيت ده. بعد اذنك اروح الحق العفريت بدل ما يطلع لوحده غيرك. طب يكون في علمك بقى. احنا ما في خيرك اركب. ايه
ادي الشقة حضرة الظابط. افتح يا خليل. افتح ايدي تهيوات. ما تحكي لي بنفسك وتقوم تفتح الباب. وانت بتعمل ايه هنا؟ ما تروح انت تفتح. مين؟ افتح الباب. بوليس. انت تعرف حد بالاسم في الاسم ده؟ يا نهار ابيض. يا نهار اسود. ايه اللي جاب الناس هنا؟ انت زهره؟ ايوه زهره يا حضره الظابط. ايوه انا زهره. فين الاجزخانه اللي عندك هنا في البيت يا زهره؟ اجزخانه ايه؟ ايه الاجزخانه اللي بتبتعي فيها الادويه؟ الراجل ده كذاب وضلالي وفرحها في الجيب يعاكسني ولسه مهزقاه دلوقتي قدام الخلق كلهم. ولا هزقتني ولا حاجه يا حضره الظابط، وحضرتك ممكن تسال الحي كله بيشتروا الادويه من عندها. لو سمحت يا دكتور انا مش عايز كلام كتير. ماشي زهره، انا هسالك السؤال كمان مره واخر مره، فين الصيدليه اللي عندك هنا في البيت بدل ما نفتش البيت ونبهدله وبرضه هنجيبها؟ انا عندي الصيدليه بتاعت امي، وهم والله العظيم كام علبه كده عشان خاطر علاجها. كويس قوي، ممكن نشوفها ولا في مانع؟ تحت امرك. اتفضلوا. اتفضل يا حضره الظابط. ايه يا بنت؟ ايه ده؟ في ايه؟ ما تقلقيش ما فيش حاجه يا ستي. ايه ده؟ يا لهوي. ايه يا زهر؟ يا وزاره الصحه. اتفضل يا حضره الظابط اتفضل. ايه ده كله يا زهر؟ ده بتاع عمي. زي ما انت شايف كده ست كبيره في السن على 10 سنين بتتعالج وعندها كل الامراض. امك عندها الامراض بتاعت الادويه دي كلها؟ انت مالك انت؟ هو ايه يا حضره الظابط؟ هو انت دلوقتي بتقفشوا في الناس اللي بتعالج امها ولا ايه؟ اتفضل. ماشي يا زهر، هنشوف موضوعك انت وامك، بس الاول هنحرز الادويه دي وناخدها معانا، وانت كمان هتيجي معانا. يا صبتي لا، نزلوا الصيدليه وهاتوا صاحبتها معانا. ايه كل ده؟ اتفضل يا حضره الظابط. يا خليل يا خليل حاجه يا خليل يا خليل يابا يا خليل يا خليل ايوه يامه مشوا ست البوليس ياخد اختك. بس زي ما انت راجل انت يامه. انا كنت تحت السرير عشان كنت بدور على الشبشب، معقوله قابل البوليس وانا حافي؟ طب اجري اجري بسرعه ودور على فوزي وخده معاك وروح وطلع اختك من القسم. حاضر حاضر يا ام. حاضر اوام يا وام. حاضر حاضر الحمد لله. ده لسه بيلموا الدواء. بعدين فوزي المحامي ده ايه اللي هيطلع اختي؟ فوزي ده لو راح القسم هيتقبض عليه في القسم، ده محامي كحيان. يا واد انت يا منيل على عينك، اجري بسرعه، اسمع الكلام اللي بقول لك عليه. حاضر. خرج اختك من القسم. حاضر يا ابو. حاضر هحاول. امشي. حاضر حاضر حاضر. استنى يا فنان، العلبه دي وقعت منكم، هلم لكم بقيه العلب ان شاء الله. ايوه مين اللي بيخبط؟ مين؟ ايه خليل يا اخويا، اختك مسكوها ليه؟ المهم فين فوزي ابنك؟ فوزي يا اما في المحكمه يا اما في مكتبه. ما تعرفيش في اي محكمه؟ فوزي العدا والشماسيج المحامي جنح جنايات سكات قضايا حجفان. يا اخوانا كميه المحامين ده، والنهارده عيد ميلاد المحامين ولا ايه؟ حد عليه شيكات؟ شيكات فوزي قضايا جنح جنايات حجفان. استاذ فوزي. استاذ فوزي ايه؟ ايه يا سيدي الكشك اللي انت واقع فيه ده دلوقتي؟ ايه خير اخت زهره؟ مالها زهره؟ البوليس قبض عليها الحمد لله فرجت. قصدي يا ساتر يا رب ايه اللي حصل؟ الدكتور زرومبيح ده ولا الدكتور صبيح بتاع الادويه بتاع الصيدليه مال بلغ عليها البوليس وقبضوا عليها. طب خلاص ما تحكيش حاجه، انا تعال لي المكتب بتاع عندي في المكتب احكي لي القضيه كلها بالتفصيل. يلا. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ خليل. مش وقت ضيافه يا استاذ فوزي، يلا بينا نلحق زهره. يا استاذ خليل انا ما بستقبلش قضايا في الشارع. مش في اوفيس بيدفع ايجاره؟ ايوه هبقى اجي لك يوم تاني، بس عايزين الحظوره. بقول لك حد اتحبس. اتفضل بس حضرتك ارتاح شويه لحد ما نخلي السكرتير يعملوا لك حاجه تشربها. يا منوسه كوبايه شاي بسرعه يا استاذ خليل. اقفل عشان منوسه. يلا يا عم اشرب. ايه اشرب ايه يا عم؟ اقعد اشرب حاجه واحكي لي القضيه. احكي لك ايه بس على العرس اللي تحت المكتب؟ يلا بينا. طب استنى، طيب الشنطه بتاعتي؟ يلا تعالى الشنطه معايا. جاي اهو. أنا شايف يا حضرة الضابط إن هذا المحضر مجرد وشاية كيدية فقط لا غير. أيوة يا باشا عهد الله، هذا المحضر مجرد وشاية فعلا يا باشا. أنت بتتكلم ليه يا ده؟ أنت مش هو المحامي؟ يبقى أنت تخلص. وشاية كيدية إزاي يعني يا متر؟ أنت ما قريتش المحضر كويس ولا إيه؟ إحنا ظبطنا الأدوية اللي بتتاجر فيها عندها في البيت وحرزناها هي والأجزخانة. وأين موكلتي الآن يا حضرة الضابط؟ موجودة عندنا في الحفظ والصور لغاية لما تتعرض على النيابة بكرة الصبح. أنا لا أرى سبب قوي للقبض على موكلتي يا حضرة الضابط، وأطالب بالإفراج عنها مؤقتا، وبصفة المحامي الرسمي لهذه المتهمة أود أن أتعهد إلى سيادتكم في محضر رسمي وإقرار مني لإحضارها غدا قبل العرض على النيابة. غدا ألقاك.
يعني ايه الكلام ده يا حضرة الظابط؟ يعني اسف ما ينفعش. اسف ما ينفعش ازاي يا حضرة الظابط؟ انا فوز العدو الشماشرجي المحامي وبيطالب بشكل رسمي على مسؤولية الشخصية استلام المتهمة واقدارها غدا. وانا الظابط اللي قبضت عليها وبقول لك بشكل رسمي ما ينفعش، هتفضل موجودة عندنا في الحبس لغاية لما تتعرض على النيابة. تسمح لي يا حضرة الظابط، ده تعنت رسمي. فعلا يا باشا، ده تعنت رسمي. انت بتتكلم ليه التاني؟ هي القصد؟ ما هو طالب لسانه اهو. تعنت؟ خلاص تعنت تعنت، احسبها زي ما تحسبها. تسمح لي بقى يا حضرة الظابط، انا هخرج من هنا على مكتب وزير الداخلية شخصيا واقدم له مذكرة. هو ده اللي اسمه التهديد؟ لا مؤاخذة، اصل ما حدش عرفني عليه قبل كده. والله يا فندم نعرفك عليه. بعد اذنك يا باشا نزلناكم بره بعد ما تخلصوا التحقيق يعني. خد يا ده، انت رايح فين؟ انت هتخرج بمزاجك؟ اترزع مطرح ما انت واقف. حاضر يا باشا، حاضر يا باشا. يا فندم ده مواطن حر وغير متهم، وانا بطالب بحق القانوني وحق موكلتي. مالكش اي حقوق عندنا، وموكلتك دي متهمه عندنا ومثبت عليها ادله الاتهام، وانا بقى مصر اني ما افرقش عنها الا لما النيابه تحقق معاها وهي اللي تقرر تفرق ما تفرقش، هي حره. امال ايه يا فندم الشعار اللي بيقول الشرطه في خدمه الشعب ده نعمل فيه ايه؟ لا ما هم غيروه دلوقتي، بقى الشعب والشرطه في خدمه الوطن. انت ما عندكش فكره؟ وبعدين هو معنى ان الشرطه في خدمه الشعب ان احنا نسيب المجرمين والمتهمين ونفرج عنهم من غير ما النيابه تحقق معاهم والقضاء يحاكمهم؟ وبعدين امشي بقى، امشي، انا ورايا شغل. ايه يا فندم ده؟ حضرتك بتطردني؟ طرد محامي اثناء ارتدائه الروب وهو يدافع عن متهمه بريئه لن تثبت ادانتها حتى الان؟ يا فندم انا اخرج من هنا على منظمه حقوق الانسان. ده والنبي يا ريت، وما تنساش وانت ماشي تبقى تعدي على مجلس الامن والامم المتحده يمكن يطلعوا لك قرار. فوز العدو الشماشرجي المحامي يا حضره الضابط قادر على حل اي قضايا سواء محليه او دوليه، بس هم يعملوا لي توكيل. امشي. عنوان مجلس الامن عشان سواء اللي معانا. مع صاحبك يا حبيبي، امشي كل ايدك دي من قدامي. نوال، شفت اللي حصل يا نوال؟ معلش معلش يا حبيبتي، براءة بإذن الله. براءة ايه ده؟ فوزي نفسه معرفش يخرجني. شدة وحتزون ان شاء الله. انا بس خايفة على امي. تفتكري فوزي هيعرف يعملي حاجة؟ انت عارفة فوزي بيعزك قد ايه، وانا هروح النهاردة اشوفه عمل ايه. كتر خيرك يا نوال. كتر خيري على ايه؟ وانا بس عملت حاجة؟ سايبة شغلك وبتجري ورايا يا حبيبتي، ربنا يكرمك. حبيبتي خدي بالك على نفسك، خدي دي لقمه على مقصر، ربنا يكرمك. كنت جعانه، خلي بالك على نفسك. يلا يا جماعه، خلي بالك من امي. ها ما تخافيش، بس بيليش والنبي انا قلت عليه والنبي. خدي بالك على نفسك. قولي لفوزي. ها